تشريليش يعني ماهيش حكايه لازمه عادي. اكيد قادر، انا نتوقع قادر ما دام تبارك الله تشوف الاكتظاظ هذا الكل بازغ. كان عندها تخولي ما عندهاش ما تخوليش، ما يعني انا مش باش نموت كي مانيش باش ناخذ، يعني عندي الحوايج تبارك الله ونرمى. صعيب ياسر، شفت الشوفي متاول داخل يدخلوا يخرجوا يدوروا، والله بالفارق بالفارق حتى واحد ما مش يشري وضعيه ما تعجبش حتى طرف. انت كتونسيه ما زلت تاخذ المهبه ولا ناخذ؟ علاش ليه؟ عامله كساك صغير و هاي بالضبط. وقداش هكاك تلمد مهبه بال 30 حاجه هكاك. وبوك وامك ايش تعمل لهم؟ تمشي تقول لهم تفك ولا تمثلهم وتبل؟ بالغوره. بالغوره؟ صحيت. العيد الحوايج اسك تراعي والديك؟ اي باز راعي وضعيت وظروف والدي يعني تعرف اللي احنا في خضم يعني من بعد رمضان والشارج على الوالدين، يجي العيد ومن بعد يجي العيد الكبير ومن بعد يجي السيف، قاعد تراعي فيه في الامور هذين الماديه؟ اي نراعي الحق. كيفاش تقول له مثلا كان ما عندكش ما تشريليش يعني ماهيش حكايه لازمه عادي نورمال. كان عندها تخولي ما عندهاش ما تخوليش، ما يعني انا مش باش نموت كي مانيش باش ناخذ، يعني عندي الحوايج تبارك الله ونورمال. فهمتك، يعني مش في العيد هكا هاو يعني ناخذوا الحوايج؟ لا مش في العيد برك، في سير الايام في اي وقت. به في خضم العولمه والتكنولوجيا، ترى سلة الرحم موجوده توا في تونس ولا لا؟ عادي يعني انت تدق الباب على دار عمك وتمشي تقول له عيدك مبروك، دار خالك تقول له عيدك مبروك، ولا تبعث له ميساج وكا هاو؟ لا نبعث ميساج صحيح لكل البعاد، يعني اللي يسكنوا بعاد عليا وخوالي اللي يسكنوا بحذايا اللي نقدر نمشي لهم اي نمشي لهم ونعيد عليهم، كيما خوالي يسكنوا في فرنسا يعني نبعث لهم ميساجات القراب نمشي لهم. باهي ترى انت يعني الحاجه هذيا ربيوك عليها والديك والا انت خذيتها بالفتره؟ شويه بالفتره شويه بالتربيه كل مره حاجه هكاك. فهمتك، شو تحب تقول للتوانسه في العيد؟ نحبكم. اكيد قادر، انا نتوقع قادر ما دام تبارك الله تشوف الاكتظاظ هذا الكل بازغ. لكن تشوف الاكتظاظ لكن ما فماش اشيات في اليدين كما خلينا نشوف. والله ايش باش نقول لك، ما عنديش فكر. المواطن التونسي قادر باش يعيد ولا لا؟ صعيب ياسر، شفت الشوفي متطول داخل يدخلوا يخرجوا يدوروا، والله بالفارق بالفارق حتى واحد ما مش يشري، اللي باش يشري راه باش يلوج على الشواء الحاجه اللي اقل من الكملوت. بصراحه الوضعيه ما تعجبش حتى طرف بالحق. علاش؟ خاطر الوضع نتاع البلاد كله ما يعجبش. منيش هذايا؟ السياسه والحاجات الكل من الثوره ورجع لنا هذه كلها كيفاش ولد.